السلام عليكم ورحمة الله. المرحلة الأولى من تكوين الجنين تبدأ بالإخصاب. عندما يقذف الرجل الحيوانات المنوية داخل المهبل، تسبح الحيوانات المنوية إلى الأعلى من خلال عنق الرحم حتى قناة فولوب. تستغرق رحلة الحيوانات المنوية حوالي 10 ساعات. إذا كان هناك بويضة في إحدى قناتي فولوب ناضجة وجاهزة للإخصاب، تحاول الحيوانات المنوية الصغيرة حفر طريقها داخل البويضة. إن نجح أحدهم اختراق البويضة، تصبح البويضة مخصبة. ثم تشد البويضة المخصبة رحلتها إلى أسفل قناة فولوب ومن ثم إلى الرحم. في الأسبوع الأول تبدأ خلية البويضة المخصبة بالانقسام، ويطلق عليها في هذه المرحلة البويضة الملقحة. بعد أيام قليلة من الانقسام، تصبح كرة من الخلايا تسمى التويتا. تتطور هذه الكتلة من الخلايا لتشكل تجويفا مملوءا بسائل مركزي، وعند هذه النقطة من التطور يطلق على هذه الكرة اسم آخر، الأريمة. في البداية تطفو حول جدران الرحم لفترة من الوقت. من الممكن في هذه المرحلة من الحمل دفع الأريمة إلى خارج الرحم مع دم الدورة الشهرية، وكأن شيئا لم يحدث. تأتي بعد ذلك لحظة حاسمة، إذا قبل الرحم الأريمة تنغرس في بطانة الرحم وتصبح بذلك المرأة حاملا. داخل الكيسة بدأت الخلايا في التطور، والتي تشكل في الحقيقة أجزاء مختلفة من الجنين. الخلايا الداخلية تنمو لتصبح الرئتين والمعدة والأمعاء، وطبقة وسطى ستكون العضلات والعظام، وطبقة خارجية ستشكل الأعصاب والجلد. وقتها يكون للكيسة اسم آخر جديد، فقد دخلت الآن في مرحلة المضغة. نهاية الأسبوع الثاني من الحمل هي حوالي اليوم 28 من الدورة الشهرية، وهذا يعني أن وقت الدورة الشهرية قد حان. في هذه المرحلة تلاحظ المرأة تأخر الدورة الشهرية. في بضع أيام قبل موعد بدء الدورة الشهرية المعتادة، يبدأ هرمون الحمل بالتسرب إلى البول. الأسبوع الثالث تبدأ مجموعة الخلايا بالتطور، وأولى أجزاء الجنين مثل الدماغ والقلب تبدأ في النمو. الأسبوع الرابع إلى الثامن يبدأ القلب بالخفقان. يبدأ تشكل الذراعين والساقين والعينين والأذنين. الحلمات تظهر. تبدأ الكلي في إنتاج البول. يبدأ الجنين بالحركة. بحلول نهاية الأسبوع الثامن، الجنين هو بحجم حبة العنب الصغيرة، حوالي 13 ملم. مرة أخرى حان الوقت لتغيير الاسم، يسمى الآن الجنين. الأسبوع التاسع إلى 12 للجنين الآن وجه إنسان له مواصفاته الخاصة. تتشكل أذرعته وساقه بشكل صحيح. بإمكانه أيضا إصدار الأصوات على الرغم من أنه لا يزال بحجم الإبهام. نهاية الأسبوع 12 يعني نهاية الأشهر 3 الأولى، أو ما يعرف بالثلث الأول من الحمل. الأسبوع 13 إلى 19 يبدأ الجنين بالحركة في الرحم ويحرك فمه وكأنه يمتص شيئا. مع حلول الأسبوع 19 ينام الطفل ويستيقظ ويمكنه أن يسمع. يبلغ طوله ما بين 12 إلى 15 سنتيمتر، أي بحجم كف اليد. الأسبوع 20 إلى 24 يحدث الشعور بحركة الجنين عادة في هذا الوقت من الحمل. مع ذلك قد لا تشعر المرأة بهذه الحركة حتى الأسبوع 25 عند الحمل الأول مرة. أما عند الحمل للمرة الثانية يمكنك ملاحظة حركة الجنين في وقت أسبق، أي عند الأسبوع 16. بالإضافة إلى السباحة في الرحم، تنمو في هذه المرحلة الحاجبان والرموش عند الجنين، وكذلك الأظافر على أصابع اليدين والقدمين. تتطور حواس التذوق واللمس في مرحلة النمو، ويكتمل تطور عيون الجنين خلال هذه المرحلة. الأسبوع 25 إلى 28
ينمو الدماغ بسرعة، ومع حلول الأسبوع 28 تكتمل الرئتان نموهما بشكل صحيح. إذا ولد الطفل في هذه المرحلة تكون فرصه في البقاء على قيد الحياة جيدة. في الأسبوع 28 هنا تكون نهاية الثلث الثاني من الحمل أو الثلث الأوسط منه. الأسبوع 29 إلى 40، في هذه المرحلة الأخيرة من الحمل الثلث الثالث من الحمل، ينمو الجنين بسرعة ويزداد وزنه استعدادا للحياة خارج الرحم. يبدأ بتنفس السائل الذي يحيط به داخل الرحم الذي يسمى بسائل السلوى. لم يعد للجنين مجال كبير للتحرك أكثر من ذلك، ولكنه قادر على إعطاء بعض الركلات المؤثرة، ويمكنك رؤية حركته من خارج بطن الأم. حوالي الأسبوع 36، إذا جرت الأمور على نحو جيد، فإنه يلتف ليصبح رأسه مشيرا نحو الأسفل استعدادا للولادة. من المتداول بين الناس أن الحمل عادة ما يستمر 9 أشهر استنادا إلى اليوم الأول من آخر دورة شهرية، لكن في الواقع تحدث معظم الولادات في أي وقت بين حوالي الأسبوع 37 و42. لذلك لا يمكن وصف ولادة الطفل في غضون هذه الفترة بالولادة المبكرة أو المتأخرة. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والضغط على زر الإعجاب. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.